ملفي هلا ابو هالحين وش الطريقة؟ الطريقة طال عمرك تحدوني الريجي قال تحط طلع على ايه وعقبين تاركه ايه ونروح تلبل معه نروح تلبل وخلت حياضها على فكرة تخليها انا لاش انا لاش والله كم هذا التحدي تتبعها من عمرك كم؟ انا لاش مبطل كم كم؟ اول ابوي الله يعطيك الجنة وعقبين عمره والله كريم والله كم والله تستاهل الناقة يا ابو ملفي كفك الطيب على كيفك يا طلاب انت وين تبتج وجهك هنا خلنا بفرغ على فبائرهم هذا الجمهور كافي كافي يا ابو ملفي لا انا حالف اليوم احط عشاها كله اليوم كافو 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 يقول حالف انا احط عشاها كله حي والله هالحجاج كافو 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 ما شاء الله ما شاء الله سق مع كافو سق رحمه هذا علامها والله كفو ما شاء الله سق ما شاء الله ما قاعد شيء صور ورا والله ما قاعد من هالحوار